السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم فهد من قناة العالم بين يديك، ورايحين نلعب لعبة راديو ستامبد، واللعبة هذه مرة جميلة ويعني مرة حلوة، وراح تلقون رابط اللعبة في الوصف ويعني جميلة مرة. يلا نلعب. طبعا للأندرويد وللآيفون كله. والآن أنا دحين في منطقة أدغال، أنا الآن في منطقة الأدغال وراح أروح إلى منطقة الجبال، وأنا دحين روضت 54 حيوان وبقيلي أرقي مسكن حيوانات بمقدار 19 مرة. ويلا نبدأ. راح نرقي أول شيء النمر راح نرقي. ويلا رقينا النمر، والآن رقينا النمر الآن. راح نرق النمر، والآن راح نرق الفلوس هنا، راح زي ما تشوفون فلوسي ما تكفي، انا معي 1200، واقل حيوان يديني اروضه تقريبا 1400. ويلا نلعب. طبعا المقاطع اللي راح اصورها ما تزيد عن 5 دقائق 6 دقائق. ويلا لازم اركب 15 خراتيت. هذه انا الان راكب النمر الان، لكن الثور دفني للحجارة. النمر يمدي ياكل، هو الاسد، لكن الان يلا طبعا الهدايا هذه لازم نجمعها. انا الان معايا 16 هدية، لازم اجمع 30 هدية عشان اشتري حيوان. طبعا هذا الاسد، وطبعا نروح القناة قناة اسمها ام جيمر بالانجليزي، طبعا روحوا لها واشتركوا فيها وسووا اشتراكات ولايكات، يعني زبطوه. طبعا فيه جزء ديناصورات يمديني ألعبه، لكن الحين إذا صدمت أو مت راح ألعب جزء الديناصورات. طبعا الآن قطعت 1000 متر. هاي طبعا الزرافة، طبعا لعبة مرة جميلة وحلوة، تصحكم تنزلونها يعني. وطبعا رابطها في الوصف اللعبة، راح تلقون الرابط في الوصف طبعا، ولا تنسون اللايكات والاشتراكات وفعلوا الجرس عشان كل جديد يصلكم ان شاء الله. طبعا انا راح انزل في اليوم 3 مقاطع كلها العاب، طبعا ما حتكون قناتي. طبعا صدمت وهذا اللي كان عندنا اليوم، ولا تنسون كمان جرس التنبيه واللايك والسبسكرايب يعني الاشتراك،
بس هذا اللي كان معنا، ويلا مع السلامة.